ألف ليلة وليلة استطاعت فيها شهرزاد أنه تتحايل على الموت بواسطة الخيال، لينتقل هذا الخيال برؤية بصرية معاصرة إلى صالة زوايا بمجموعة من اللوحات الفنية على أنغام موسيقى شهرزاد. انطلقت ريشة الفنان محمد العلبي. المعرض اسمه شهرزاد، بيحكي عن ألف ليلة وليلة. طبعا كثير من المبدعين خلال العصور الماضية اشتغلوا على شهرزاد، يعني اشتغل عليها موسيقى، حتى أنا اشتغلت هذا المعرض كله على موسيقى ريميسكي الروسي اللي تتضمن أربع حركات بأوركسترا اسمها متتالية شهرزاد. فأنا طول ما عم بشتغل عم بسمع هاي الموسيقى. رسالتي أنه شهرزاد استطاعت تقهر الموت عن طريق الخيال، فنحن رسالة للناس أنه فينا نعمل هذا الشيء نحن كمان بهذا العصر. بلغة بصرية عملت على مبدأ المتصل المنفصل الواضح والضبابي عن طريق إسقاطها على الخشب والقماش المشدود والسجاد والموزاييك والورق القديم والمطبوع ليحاكي كل الأذواق الفنية والمهتمين بالفن التشكيلي. هلا بالنسبة لهذا المعرض للأستاذ محمد، أستاذ محمد دائما بيفاجئنا بصيغ بصرية جديدة. دائما هو فنان مجرب، فنان جريء، فنان دائما عم يعطينا مشاهد بصرية بتحمل وعي، بتحمل تشكيل معاصر يليق بالحركة التشكيلية السورية. هذه اللوحات اللي هلا أنا قدامها كان عندي حب الاستطلاع ودعاني الأستاذ سامر، وأنا قبل هالمرة أجيت عملت لقاء في هذا المكان الجميل، هذا مكان راقي جدا. فاللي عم شوفه قدامي يختلف عن أمور تانية أنا بشوفها في لوحات تانية، مثلا في رسامين بيعبروا بالخط، لوحاته للأستاذ فيها شيء من العمق والغموض، فيها شيء من الحياة بس مو موضحة، مخليها مبهمة، لأنه الحياة هي أساساً نحن اللي فيها هلأ مبهمة. إقبال كبير شهدوا المعرض بشخصيات فنية وطلاب من كلية الفنون الجميلة والمجتمع ليرسم على وجوههم حالة من الإعجاب والإبهار. الأستاذ محمد هيدا تاني معرض له عنا بالصالة، ودايماً معارضه هيك عم بتكون فيها دايماً قصة. هذا المعرض بالضبط اشتغلنا على أجواء الشهرزاد من خلال لأنه هو أساساً اسمه شهرزاد وعنوانه شهرزاد، فنحن اشتغلنا حتى على الموسيقى، حتى على الريحة اللي موجودة على هاي، عملنا أجواء هيدي الشهرزاد. وكنا بهمنا كمان يعرفوا العالم أكثر عن موسيقى شهرزاد، يعرفوا أكثر عن هذا المعرض، ليه هو استخدم هدول الخطوط، كيف الخط صار لون واللون صار خط. بصراحة شهرزاد لم تسكت عن الكلام المباح، أنا شفت قصص بكل لوحة فيها قصص. الأستاذ محمد أبدع بهذا المعرض، لوحاته متنوعة، المعجونة اللونية رائعة كانت، تنوع بالتكنيك، تنوع بتلاقي سجاد، بتلاقي قماش، بتلاقي على ورق، بكلهم بيأبدع الأستاذ محمد. نهضة فنية كبيرة عم يشهد الفن التشكيلي السوري بمدارسه المختلفة، عم يسعى الفنانين فيه لتقديم إبداع يحاكي الواقع وينقل رسائل تسعى للوصول إلى المعارض والمحافل العالمية.